لا حول ولا قوة إلا بالله، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. يا ريت يا مولانا تخلصنا. أيوة بنتي، بس أنا عرفت إن أنتم متجوزين بقالكم 10 سنين وفي ولد بينكم ما شاء الله. يعني كل ده ما يستحقش نقعد شوية ونفكر قبل ما نبدأ إجراءات الطلاق؟ ايوه بس وعد، فكري زي ما مولانا بيقول كده، احنا مش فكري. قاعدين دلوقتي عشان نفكر. يا ريت يا مولانا تكمل اجراءات الطلاق. ايوه بنتي، بس احنا ممكن نقعد كده ونشوف ايه المشكله ونشوف حلها ايه باذن الله، وبالذات ان انا شايف ان الزوج عاوز يكمل. مش انت يا ابني عاوز تكمل وتحافظ على الوصل بينكم؟ ايوه والله يا مولانا، واللي هي عايزاه انا تحت امرها، اللي انت عايزاه انا تحت امرك فيها هعمله. تحت امري في ايه؟ ما تخلينا ساكتين بقى. يلا يا مولانا الله يبارك لك، خلصنا. ماشي يا بنتي، بس احنا كده مضطرين نستنى اي حد من اهلك عشان يشهد اجراءات الطلاق. ليه؟ هو انا معرفش اطلق نفسي بنفسي؟ لا ينفع، بس ده العرف وهي دي الاصول. مش مهم، هم اصلا مش عايزيننا نطلق. بلاش تفكري عشان فكري عشان ادم. اللي انا بعمله دلوقتي عشان ادم، هو انت فاكر لما الولد ده يكبر في المشاكل والخناق بتاع كل يوم هيطلع سوي نفسيا؟ تفتكري يعني لما انت تبقي في حته وانا في حته هيطلع سوي نفسيا؟ خالد احنا اتكلمنا كتير، كفايه بقى، ما منوش فايده الكلام. يلا يا مولانا الله يبارك لك، خلصنا. اللي انت عايزاه وعد، بس افتكري كويس ان انا قدام ربنا ويشهد عليا عمري ما اذيتك، لا بكلمه ولا بفعل. اعمل لها اللي هي عايزاه مولانا، لله الامر من قبل ومن بعد. لله الامر من قبل ومن بعد. بطيئكم من فضلكم. انا سبتك تهدي وما رضيتش اكلمك امبارح، لكن والله العظيم والله العظيم انا ما قادره اصدق كده. يا وعد تمشي كلامك على الدنيا بحالها؟ ما تسمعيش كلام حد، ما تشوريش حد، ما عندكيش اهل، ما لكيش كبار ترجعي لهم. ماما ابوس ايدك، انا مش مستحمله، وانت عارفه كويس قوي ان انا وخالد ما بيننا مشاكل قد كده وملهاش حل، فطبيعي كنا نتطلق. هو انت كده بقيتي مبسوطه انك اتطلقتي؟ طب فهميني في ايه؟ فهميني ازاي؟ زعلانه من جوزك تروحي تتطلقي وانا ايه؟ بدم في مالطا؟ استحمل يا بنتي عشان خاطر بيتك، عشان خاطر جوزك، وان شاء الله ربنا هيحلها من عنده. عيشي واستحملي. ايوه انا بقى ما جيتش اقول لك اي حاجه عشان الكلمتين دول، بيتك وابنك والكلام ده. خلاص يا ماما، انت عارفه من زمان ان احنا عندنا مشاكل قد كده وعمرها ما هتتحل. على فكره خالد نفسه كان موافق، وهو اللي بعت جاب المأذون بنفسه واتطلقنا خلاص. يا ماما انا حره. حره في نفسك؟ بس ما انتش حرة عشان تخلي ابنك يعيش متشرد بين أم وأب متطلقين. يا ماما بلاش أوفر بقى، مين قالك إن أي اتنين بيتطلقوا عيالهم بيتشردوا؟ بالعكس، الولد صحته النفسية هتبقى أحسن. يعني أنا عايزة أفهم حاجة، ابني يبقى عايش معايا أنا وهو وكل يوم خناق وأنا نفسيتي زي الزفت، دلوقتي هيعيش معايا وهيبقى هادي وكويس، وأبوه وقت ما يعوز يشوفه هيشوفه. ده لمصلحته على فكرة، لمصلحة آدم. حجر دماغك دي حجر صوان، وانا مهما قلت مفيش شعره من دماغك هتتهز. كل كلامي بيدخل من هنا ويخرج من الناحيه الثانيه. ماما والنبي ما توجعي قلبك ولا دماغك، انا عارفه انا هعمل ايه ومرتبه اموري كويس قوي، وما تقلقيش انا مش هبقى عاله عليكي. والله انا بصراحه ما بقتش فاهماكي، بتتكلمي كلام غريب. عاله هو ده اللي انت فهمتيه من كلامي؟ انا مش هعرف اكلك واشربك واصرف عليكي زي ما كنت بصرف عليكي قبل ما تروحي بيت جوزك. انت فهميني واكسبي فيا ثواب، معلش حطيني في الصوره. انت دلوقتي خايفه على مين؟ قلقانه على مين؟ على ادم صح؟ ادم هيعيش احسن عيشه، وهصرف عليه احسن ما ابوه كان بيصرف عليه، وهتبقى صحته النفسيه كويسه جدا. ان شاء الله اشتغل ليل نهار، انا عارفه انا هعمل ايه كويس قوي. والله العظيم هي دي بقى الخطه العظيمه اللي عملتيها عشان تتطلقي وتخربي بيتك. يا ماما افهميني، أنا وخالد مستحيل كنا نكمل مع بعض، في فرق في السرعات، هو موظف وراضي بالمرتب بتاعه بس، وأنا طموحة وعايزة أزود دخلنا، وهو ما بيفكرش لقدام أبداً، مستحيل كنا نكمل مع بعض، كنا لازم نتطلق، أنا مش مرتاحة. وأنتِ ما ينفعش تحققي طموحك وذاتك وأنتِ في بيتك ومع جوزك؟
لا ما ينفعش، ما ينفعش يا ماما. وممكن بقى تقفلي على الموضوع ده خالص؟ ماشي، فوضت أمري ليك يا رب.